السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف ما هو معلوم أن برنامج مايكروسوفت إكسل تحتوي على هذا السيليل، وهذه الخلية اللي عندها إحداثيات تابعة اللي هي دي 5 باغ إكزومبل، إلا بدك نكتب فيها مثلا، تنكتب مثلا شي كتب على سبيل المثال 15 هذا العدد بهذا الشكل هذا، ولا بغيت نرجع السطر تتخلق ليا مشكل. إلا درت أوكي أوتوماتيك تهبط ليا الأوتر سيليل، تمشي لواحد السيليل أخرى. والطريقة اللي بغيت ندير ترجع السطر ماشي بحال الوورد، يكفي انني نكليك اوكي، انما كان طريقه اخرى، طريقه باش نرد هذا السيليل فيها بزاف تليلين. يكفي انني غادي نسيليكسيون هذا السيليل هذه، وغادي نتوجه لهذا ليكون بهذا الشكل هذا، ثم نكتب فيها. دابا تلاحظوا انها مجرد تتعمر اوتوماتيك تدير واحد غوتوغ الانين، تنزل اوكي تلاحظوا انه دار اوتوماتيك واحد غوتوغ الانين، بينما في الكتابه الاخرى العاديه تلاحظوا ان الكتابه ما دارش واحد الرجوع للسطر، بقات غادي الكتابه بهذا الشكل. اذا يكفي انني نسي مثلا ندير شي جمله او ما شابه ذلك باش تبان العمليه. طيب تلاحظوا ان هذه الكتبه اللي كاينه في وسط هذا السيليل بقات غاديه، الى بغيت ندير رجع السطر قلنا غادي نكليك على هذا ليكون. اذا تلاحظوا انه هبطنا السطر. هذه طريقه تمشي تنكتب انا في السيليون اللي بيت، ومن بعد تنكليك على هاد ليكون. ثم كاين طريقه اخرى نكتب انا على سبيل المثال هنا، نكوبي هاد الميساج هذا او هاد السيت هذا نتاع انكيتيتيز.نت كونترول سي نجيبو لهنا. الى بغيت نرد هاد لوبس هاد السيليون عندها واحد القابليه نتاع غوتو غالالين، يكفي انني كيف ما قلنا رجع لهاد نمشي لهاد ليكون تاع غونفواي الالين اوتوماتيك، او لا نكليكي دغوا على هاد ليكون ثم نتوجه الفورما دو سيلول، ثم نتوجه الالينيومو، ثم ناكتيفي لوبسيون نتاعت رونفواي الالين اوتوماتيك. اوكي تلاحظوا انها رجع السطر. اذا هذه هي الطريقه كيفاش ندير واحد الغوتوغ الالين في برنامج مايكروسوفت اكسل، لان هاد لوبسيون تاعت اونتخي ما تتمكنش باش ندير غوتوغ الالين، تعطيني الحق نكتب في واحد السيلول اخرى، وغادي نكتفي بهذا القدر هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.